هذا وتواصل إدارة محافظة كركوك تنفيذ المشاريع الخدمية في مختلف مناطق كركوك بهدف الارتقاء بالواقع الخدمي والعمراني فيها. مشروع تبليط وإنشاء الأرصفة في عدد من أحياء المدينة ومنها حي روناكي أحد المشاريع التي هي الآن قيد التنفيذ، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 70%. أكد مدير عام بلدية كركوك أن الأعمال والمشاريع التي تنفذ الآن في المدينة هي من مشاريع عام 2013 وميزانيتها من فائض المشاريع التي أنجزت العام الماضي مثل مجسر الشرجة والذي بقي منه وافر من المال، حيث ينجز منه تبليط أزقة الأحياء السكنية منها منطقة روناكي. تعلمون ميزانية 2014 لم يتم المصادقة عليها لحد الآن. نحن قدمنا الوجبة الأولى من المشاريع إلى مجلس المحافظة، حصلت الموافقة على الوجبة الأولى. حصة البلدية 116 مليار دينار، المشاريع جاهزة، فقط بقي العقد وبعض الإحالات البسيطة، وجاهزة للمباشرة حال تصديق الميزانية من بغداد. مدير البلدية أكد أيضا أنهم خصصوا 96 مليار دينار عراقي من ميزانية البلدية حال المصادقة على الميزانية العامة لتبليط الأزقة والشوارع، مؤكدا أن كركوك ستشهد تطورا ملحوظا. هذا 96 مليار بإذن الله سيغطي كل شوارع الطينية في مدينة كركوك للأحياء. مشاريعنا المستقبلية، القسم الأول تكلمت عن القسم الأول، القسم الثاني في المحافظة مع المجلس الآن مناقشات مستمرة منذ فترة، بإذن الله نأمل خلال هذا الشهر يتم المصادقة عليها أيضا بالمجلس. سيكون للبلدية إن شاء الله حصة جيدة تفوق حصص السنوات السابقة، وبإذن الله هذه الأعمال حال إطلاق الميزانية والتصديق الميزاني من بغداد سنباشر بهذه الأعمال، سيتغير وجه كركوك بشكل كبير، وسوف يحصل تطور قفزة أخرى في مدينة كركوك إضافة إلى التي حصل في السنوات الماضية إن شاء الله. المهندس المشرف على مشروع تبليط أحياء منطقة روناكي وإنشاء أرصفة فيها أكد أن إنجاز المشروع وصل إلى 70%، وهم مستمرون في خدمة أهالي المدينة. بدأنا على المشروع تقريبا صار 8 أشهر، يعني محسوبة على ميزانية 2013. منطقة روناكي قبل كانت كلها مثلا خدمات ماكو، طيانة، السيارات ما تدخل، مطر واحد عالم ما تقدر تطلع من بيوتها. هسه الحمد لله والشكر مثل ما تشوفونه المنطقة كلها تطورت تعمرت، وإحنا الحمد لله يعني كركوك من هاي المحافظات التي تجي بالمقدمة. مشروعنا عبارة عن 10 كيلوات كمتر طول، إذا تحسبها 10 كيلوات عبارة عن بيارتون كربستون وتبليط القير اللي هو هذا الاسفلت اللي تشوفونه، تقريبا بحدود 70% من منطقة روناكي اللي حوالي تقريبا 50-55 فرع يطلع، وإذا تحسب عدد البيوت اللي بيو السكان اللي بيه تطلع فد 20,000 نسمة تقريبا. هاي المنطقة فقط بها، هاي المنطقة كبيرة بكركوك تعتبر. الحمد لله خلال هاي الفترة القصيرة 8 أشهر أنجزنا هذا المشروع. هلقرت حسن، فضائية كركوك. تمكنت قوات البيشمركة